بترسمي قوي، ما بتعرفيش ترسمي ولا حاجة. انا رسمت نفسي ومكيشت نفسي ولبست نفسي هدوم مكيشت نفسي. يا سلام، طب ما انا كمان بعرف ارسم احسن مني. طب بصي هناك كده على التسريحه، انت كمان حطاها على التسريحه؟ اه ماشي يا بص بص ماشي. صحيح، عامله قطتين في شعرك زيك بالظبط. منك لا بس انا برضو برسم احلى. صح يا عزة؟ ايوه عزة رسمها جميل. انا رسمي احلى منكم. فلما انتوا بتقولوا عليا كده يبقى انا رسمي لما اكبر هيبقى احلى منكم انتوا الاتنين، عشان انا بس لسه صغنونة فرسمي مش مظبوط شويتين تلاتة. طب خلاص ننادي ماما ونقول لها رسم بسبس احلى ولا رسم عزة؟ لكم يا اولاد في ايه؟ يا ماما هو انا رسمي احلى ولا رسم عزة وعزام؟ انا رسمت نفسي ومكيشت نفسي ولبست نفسي هدوم، رسمتي كل واحد فيكو رسمته غير التاني، وكل واحد فيكو بيرسم على حسب سنه، صح يا ولاد؟ ايوه يا ماما صح. يبقى خلاص ما نقولش تاني على حد رسمه مش حلو، كل واحد بيرسم على قد سنه. ماشي، فين يا بسبس يا حبيبتي رسمتك؟ هناك على التسريح. دي جميلة جدا 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 والوانها جميلة خالص، وكمان عامله لها قطتين. طيب دلوقتي يا ماما هم حطت الصوره على التسريحه. طيب هنبص ازاي دلوقتي بالتسريحه؟ ايوه يا ماما صحيح، وانا هصرح ازاي قدام التسريحه؟ استني بقى يا عزة، عايزه اقول حاجه. يا ماما انا عايزه حاجه كبيره قوي علشان ارسم عليها، خلاص انا بقيت مشهوره. طيب انا عندي ليكوا حل حلو جدا اقول لكم عليه دلوقتي. كل واحد فيكم اجيب له سكتش رسم والوان خاصه بيه، وكل واحد فيكم يرسم لي رسومات اللي هو بيحبها كلها، ونشوف مين فيكم هياخد جايزه في احسن رسمه هيرسمها. ايه هي الجايزه يا ماما؟ الجايزه يا ستي هتكون لعبه يكون بيحبها. خلاص ماشي. وكمان خلاص يا ماما احنا موافقين. احنا موافقين يا ماما، بس نشوف الاول هنعمل ايه. كمان التسريحة يا بص حاجة خاصة جدا بيكو كلكم، انتوا كلكم بتستعملوها، صح ولا مش صح؟ ايوه يا ماما. طيب دلوقتي هنحط صورتك فوق السرير بتاعك نعلقها لك، والتسريحة دي بتستخدموها انتوا التلاتة. خلاص يا بص خلاص يلا بينا نعلق الصورة بتاعتك. ايه كده يا بص جميلة قوي يا ماما، ده هنا مكانها احلى بكتير خالص. شفتي بقى؟ يعني احنا يا ماما كل واحد فينا ممكن يرسم رسمة ويعلقها عند سريره؟ ايوه ممكن طبعا تعلقوا رسوماتكم على الحيطة اللي انتوا هترسموها اوضتكم، وانتوا المفروض تطلعوا المواهب بتاعتكم. عارفة يا عزة احنا ممكن نرسم رسوماتنا ونروح نبيعها وناخد فلوس كتير، الواحدة بجنيه، واللي عايز ياخدها يعلقها على الحيطة. فعلا يا بسبس احنا ممكن نشترك انا وانتي وعزام، وكل واحد فينا يطلع فيها رسمة ونقدمها لعيلتنا كلها ونوريها لهم، واللي يعجبه رسمة يبيعها له ونكسب فلوس كتير. واهم حاجة ان احنا نطلع كل الطاقة بتاعتنا اللي احنا عايزينها، صح يا عزة؟ ايوه عندك حق يا عزة، انا عندي افكار تاني كتير ممكن ننفذها. ممكن نعمل بالالوان، ممكن نعمل بحاجات تاني كتير قوي قوي قوي، ممكن بقصائص الورق ونلزقها وحاجات تاني كتير جدا. شطار يا ولاد. ونروح دقينه وحاطين علينا
الولاد. ايوه كده، اهم حاجه انك تتعاونوا مع بعض، ما تتخانقوش. صح يا اولاد؟ صح يا ماما. ايوه يا ماما صح. عجبكم الفيديو؟ اعملوا